ومعنا للحديث عن نتائج الانتخابات في العراق في وقت يشير الفرز الأولي إلى عودة أحزاب مرفوضة شعبيا لتصدر المشهد، من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. مرحبا بك معنا دكتور. مرحبا بك أخي العزيز، وحياك وحيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. حياكم الله دكتور. البعثة الأممية لدعم العراق تقول بشكل واضح أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية كانت مخيبة للآمال، ماذا يعني هذا التصريح في ضوء تقارير كثيرة لرويترز وغيرها من وكالات الأنباء تحدثت بشكل واضح أن نسبة المشاركة هي الأضعف والأسوأ منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، وقد وصلت في أحسن حالاتها إلى 15%؟ أكرر الترحاب بك أخي العزيز، وأبدأ بالشكر لله على هدايته، وشكرنا وصول العراقيين الذين ثبتوا على مبادئهم وقالوا كلمة الحق في وجه عملية سياسية باطلة مبطلة. هذه التقارير التي ترشحت عن نسبة المشاركين في غالبيتها إن كانت تتفائل وصلت الرقم إلى 15%، هو حقيقة أقل من ذلك بكثير ولنا متابعتنا الخاصة، ولكن كل هذا يدل على أن العراقيين ثبتوا على موقفهم وأدركوا أن العملية السياسية يجب أن تقاطع كأحد الوسائل الديمقراطية للتغيير، باعتبار أن المقاطعة العامة الشاملة تعني عدم مشروعية الانتخابات، والمشروعية طبعا معروفة علميا هي تلك المقبولية الجماهيرية العامة للانتخابات، وبالتالي الذي حصل هو تأكيد على مصداقية الموقف العراقي وعودة الفاسدين إلى المواقع، هو يدلل على أن العملية السياسية فعلا كانت أداة لعودة الفاسدين وليس للتغيير كما كان يقال وكما كان يعلن. نعم، بالتوازي مع ذلك هناك تصريح آخر لبعثة يونامي تقول فيه إن الانتخابات لم تكن هدفاً بل كانت وسيلة لتحقيق إدارة الحكم، ألا يوجد هناك تناقض في مضمون هذا البيان؟ وكيف يمكن تحسين نظام الحكم في ظل تكرار نفس الأحزاب والوجوه التي تتصدر للحكومة؟ هذا أما مغالطة أو تخبط، مغالطة مقصودة أو تخبط من قلة علم ومعرفة. الانتخابات رغم أنها جزء من عملية سياسية، ولكن الحلقة الأساسية في بداية اتجاه عام للعملية السياسية، وطالما الانتخابات تمخضت عن ثبات القوى السياسية المتنفذة، هذا يعني أن السلاح المنفلت، المال السحت، الارتباطات الخارجية الطائفية المذهبية، كل قضايا السيئة التي أوصلت العراق إلى أسوأ بلد في العالم سوف تتكرر ذاتها. وهناك مشكلة مضافة إلى هذه العملية في هذه الدورة، هو أن هناك تناحرات كبيرة بين هذه القوى وتنافس شديد قد يذهب إلى الاقتتال البيني، وبالتالي فإن التنافس شديد والخلافات كبيرة، والنأي عن خدمة الوطن مسألة مبدئية ومسلم بها، لذلك هكذا طرح هو لتخريج العملية، ولكن الواقع يقول أنها هي جزء أساسي من العملية السياسية، وهي لابد أن تكون المرحلة الأساسية في تقييم العملية السياسية القادمة وليس شيئا عابرا مرا كما تقول. نعم. المتحدثة. نعم. طيب دكتور، فيما يتعلق بما قالته مفوضية الانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 41%، في وقت كما قلنا قبل قليل تؤكد فيه التقارير الإعلامية أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 15%، أمام هذا الفارق الكبير في النسب بين ما تقوله المفوضية وما تقوله تقارير إعلامية لوكالات دولية وازنة، كيف يمكن فهم مصداقية مفوضية الانتخابات والأرقام الصادرة عنها؟ هذا يؤكد لا مصداقية المفوضية بالتأكيد، وذلك لأن المفوضية ذاتها أعلنت سابقا أن تعطي 10,000 دينار لمن يأتي ويأخذ البطاقة، وهي قالت أن لا يتعدى الذين استلموا بطاقاتهم عن 3 ملايين مقارنة ب 24 مليون شخص يحق له المشاركة، واعتمدت هذه النسبة على 3 مليون، إذن هي ذهبت باتجاه فاضح خاطئ مغالط لكل المقاييس والمعايير، ومغالط حتى لما يسمى بالدستور. ثم إعلانها إلى 41% كذبة كبيرة، أولا لأن الواقع يشير خلاف ذلك، وإذا افترضنا جدلا أن 41% هي النسبة التي أعلنت ف
فهي أقل شكليا من النسبة التي أعلنت في انتخابات 18، وكانت حينها بعد أن تكشفت الحقائق أن المشاركة لم تتجاوز 18%. إذا النسبة الآن هي أقل من تلك النسبة الرسمية عليه، فالنسبة الحقيقية هي أقل من 18%، ولنا دلالات تقول أنها لا تتجاوز 13%. وهناك مراقبون من داخل المتابعين إلى المنظمات الدولية أكدوا أن النسبة لا تتجاوز 10%. إذا فعلا هي حقيقة الأقل والأكثر وضوحا بالتصدي للعملية السياسية، ومن يقول خلاف ذلك هو كاذب، والعملية السياسية والمفوضية هي جزء من العملية السياسية وصريحة في يضاف إلى ذلك دكتور يضاف إلى ذلك ما تصر عليه مفوضية الانتخابات، التمسك بأعداد من استلموا البطاقة الانتخابية، مع أن هناك نسبة كبيرة ممن لم يستلموها. هذه مشكلة كبرى، لأنه أولا إذا ما ذهبنا إلى نحسب الذين استلموا البطاقات والمفوضية تقول 3 ملايين، يعني 1 إلى 8، وبالتالي إذا ما شارك 15%، بمعنى أن 15 تقسيم 8 فيكون 0.8 بالعشرة، يعني 0.8 بالعشرة% نسبة المشاركين من الذين يحقون لهم المشاركة أصلا. فإذا هذا التأكيد على أن النسبة متدنية جدا، ولعل الذي حصل من منادات عبر الجوامع وعبر مناشدات أئمة الخطب الجوامع تؤكد على المقاطعة كانت كبيرة جدا. لذلك لجأت المفوضية والأحزاب السياسية إلى الحس الديني المذهبي الطائفي، ومع هذا لم يستمع الشعب العراقي الواعي إلى صيحات الاستغاثة المنحرفة عن الدين وعن الوطنية، وثبت على موقفه، وهذه صفحة مشرقة سطرها الشعب العراقي من فضل الله. أشكرك جزيلا من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي.